السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنعمل معا على تصحيح تمرين امتحان وطني لسنة 2016، وهو يخص درس الوراثة البشرية ويهم مستوى الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض وكذا علوم رياضية ألف. نص التمرين: الهزال العضلي مرض وراثي مرتبط بالجنس يتميز بانحلال تدريجي للألياف العضلية، ينتج عنه فقدان تدريجي للحركة وتراجع الحركات التنفسية، مما يؤدي إلى الموت قبل البلوغ. تمثل الوثيقة 1 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض. السؤال الأول: باستغلال معطيات شجرة النسب، حدد معللاً إجابتك كيفية انتقال المرض المدروس. تتمة الأسئلة سندرجها فيما بعد. إذن السؤال الأول: حدد معللاً إجابتك كيفية انتقال المرض المدروس. إذن عندما يطلب منا تحديد كيفية انتقال المرض المدروس، أي علينا تحديد هل الحليل الممرض في حالة سيادة أم تنحي، وأيضاً هل المورثة المدروسة محمول على صبغي لا جنسي أم صبغي جنسي، أي هل الصفة مرتبطة بالجنس أم لا. في حالة نهاته: الهزال العضلي مرض وراثي مرتبط بالجنس، أي أن المورثة المسؤولة عن الصفة المدروسة هنا محمولة على صبغي جنسي. إذن سنبدأ بمعرفة هل الحليل المسؤول عن المرض سائد أم متنحي. تلاحظوا هنا لدينا أبوين 2 و3 و2 و4 سليمين، وأنجب ابنا مصابا. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني على أن الحليل الممرض يوجد عند الآباء، ولكن هل استطاع التعبير عندهما؟ طبعا لم يستطع التعبير، إذن فهو في حالة تنحي. إذن الأبوان هنا فهما مختلفا الاقتران، لأنهما سليمان وبالتالي يتوفران على الحليل السليم السائد الذي استطاع التعبير لديهما، وفي نفس الوقت يتوفران على الحليل الممرض الذي ظهر أو عبر عند الابن رقم 4 هنا. فالحليل الممرض إذن في حالة تنحي. إذن أبوان سليمان ينجبان ابنا مصابا. مثال هنا مثلا 2 3 و2 4، هناك مثال آخر 2 6 وأيضا 2 7 سليمان وأنجبا ابنا وبنتا مصابين، فالحليل المسؤول عن المرض متنحي. إذن الحليل متنحي ومحمول على صبغي جنسي، الصفة مرتبطة بالجنس، ولما تكون الصفة مرتبطة بالجنس هذا يعني أن المورثة محمولة على الصبغي إما إكس أو إيكغيك. ذكرنا في فيديو سابق بالخريطة الصبغية أن الخريطة الصبغية عند الإنسان تتكون من 23 زوجا من الصبغيات، 22 منها لا جنسية أي مشتركة بين الذكور والإناث، والزوج 23 فهو جنسي أي يميز الجنس XY عند الذكر وXX عند الأنثى. فبالتالي علينا تحديد أي الصبغيين يحمل المورثة المدروسة، هل هو X أم Y؟ إذن في نظركم هنا هل المورثة المدروسة محمولة على X أم على Y؟ في نظركم لو كانت محمولة على Y، هل الأنثى هنا ستكون مصابة؟ طبعا لا، لأن الإناث لا تتوفر على الصبغة الجنسي Y. إذا مجرد ما تكون أنثى مصابة هذا يعني أن المورثة الممرضة أو الحليل الممرض غير محمول على الصبغي الجنسي Y، لأن أصلا أنثى لا تتوفر على Y. هذا من جهة، هذا المبرر الأول. هناك مبرر آخر: لو كان محمولا على Y، في نظركم هنا ابن مصاب، الأب كيف يجب أن يكون؟ طبعا يجب أن يكون مصابا، لأن الابن يرث عن أبيه Y صبغي Y. فإذا كان هذا الصبغي Y حامل للمورثة الممرضة أو الحليل الممرض، فالابن أيضا سيكون مريضا. وما دام الابن هنا رقم 6 مصاب من أب سليم، فلا يمكن لهذه المورثة أو هذا الحليل الممرض أن يكون محمولا على الصبغي Y، فهو إذن محمول على الصبغي جنسي X.
إذن الحليل المسؤول عن المرض محمول على الصبغي الجنسي إكس. المبرر الأول ظهور المرض عند الذكور من أب سليم، ذكر من أب سليم، إذن لم تتحقق هنا الوراثة أب ابن، إذن في حالة المورثة المحمولة على الصبغة الجنسية إيكغيك، إذن تتحقق الوراثة أب ابن، يعني بالضرورة الابن يشبه أباه في مظهره الخارجي. المبرر الثاني إصابة الأنثى، هنا لدينا أنثى مصابة، وبالتالي لا يمكن أن يكون محمولا على الصبغي إيكغيك، فهو إذن محمول على الصبغة الجنسية إكس. ب اعطي النمط الوراثي لكل من الأبوين 2-6 و2-7، ثم بين أن إصابة البنت 3-9 أمر غير متوقع. استعمل الرمز كونتام للحليل السائد والرمز بوتيتام للحليل المتنحي. إذن الأبوين 2-6 و2-7 الجيل 2، الأم رقم 6 والأب رقم 7. إذن نبدأ بالأم رقم 6 2-6. سليمة وأنجبت أبناء مصابين، هذا يعني أنها مختلفة الاقتران لأنها تتوفر على الحليل العادي الذي هو سائد إذن غروند إم، وأيضا تتوفر على الحليل المتنحي ما دام أبناؤها ورثا الحليل الممرض وهو في حالة تنحي بتيت إم، فهي إذن مختلفة الاقتران غروند إم بتيت إم. وبما أن المورثة محمولة على الصبغ الجنسي X، نمطها الوراثي سيكون XM XM، لديها XX الأول حامل للحليل العادي الذي هو سائد كونتم، والثاني حامل للحليل الممرض الذي هو في حالة تنحيل كتيدم. بالنسبة للأب رقم 7 فهو سليم، أي يتوفر على الحليل العادي كونتم وهو محمول على الصبغة الجنسي إكس، ونعلم أن الذكور تتوفر كصبغية جنسية على إكس إيكغيك، إذن إكس سيكون حامل للحليل كونتم وإيكغيك لا يتوفر على هذه المورثة، وبالتالي سيكون نمطه الوراثي إكس إم إيكغيك. الشطر الثاني من السؤال، ثم بين أن إصابة البنت 3-9 أمر غير متوقع. رقم 9 هذه الأنثى مصابة، لنلاحظ أبويها سليمين، أمها بطبيعة الحال مختلفة الاقتران، إذن لقد ورثت الحليل الممرض عن أمها XM عن أمها، لكن أباها سليم أي توفر على X غوتم، وبالتالي سترث X غوتم من أبيها، وبالتالي المفروض يجب أن تكون مختلفة الاقتران X grand M و X petit M مثل أمها، وإذا كانت X grand M X petit M كأمها ستكون سليمة مثل أمها، لكن المفاجأة أنها مريضة وبالتالي إصابة هذه البنت غير متوقعة. إذن المرض متنحي ومحمول على الصبغة الجنسي X، لكي تكون البنت مصابة ينبغي أن تكون متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل الممرض، طبعا لكي تكون مصابة بالضرورة عليها أن تكون X petit M X petit M، يعني متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل الممرض، وهذا ما يستلزم أن يكون أبوها مصابا. في هذه الحالة وبما أن الأب سليم فلا يمكن للبنت 3-9 أن تصاب، إذن إصابتها غير متوقعة، لكي تكون مصابة بالضرورة يجب أن تكون متشابهة الاقتران بتيتان بتيتان، وبالتالي أبوها يجب أن يكون مصابا. سؤال ثاني، باعتمادك على معطيات الوثيقة 2 حدد نوع الشذوذ الصبغي الذي تعاني من هذه البنت، ثم بين سبب إصابتها بمرض الهزال العضلي. لدينا هنا الخريطة الصبغية لهذه البنت، تلاحظوا هنا ما هو الشذوذ الصبغي الذي تعاني منه هذه البنت، تلاحظوا هنا فلديها فقط صبغ جنسي إكس واحد، وهذا الشذوذ سميناه بتورنر، إذن فهذه البنت مصابة بمرض تورنر لأنها تتوفر على صبغ جنسي إكس واحد. ثم بين سبب إصابتها بمرض الهزال العضلي، إذن سبب الإصابة بهذا المرض
لأن لدينا قلنا البنت رقم 9 ولدينا الأنماط الوراثية لأبويها. بالنسبة للأم فهي مختلفة الاقتران، بما أن البنت رقم 9 فإنها ورثت الحليل الممرض من أمها، إذن ورثت XM، إذن هذا الإكس هذا هو هذا، إذن الحامل للحليل الممرض بتيت إم، لكنها لم تحصل على إكس من أبيها. لاحظوا هنا أب هذه البنت إكس غونت إم إكغاك، يعني يتوفر على الحليل العادي لأنه سليم، ولكن لم تحصل على هذا الصبغي الجنسي إكس الحامل لغونت إم. لو حصلت عليه لكانت سليمة، لكنها لم تحصل عليه، وبالتالي حصلت فقط على إكس الحامل للحليل الممرض. والحليل الممرض المتنحي في غياب الحليل السليم السائد فإنه يعبر، مما جعل هذه البنت مصابة بهذا المرض. والسبب هنا هو خلل في الانقسام الاختزالي الذي حدث عند الأب، إذا عند إنتاج الأمشاج عند الأب، وبالضبط عند الانفصالية واحد من الانقسام الاختزالي، الصبغيان جنسيان إكس وإيكغاك لم يفترقا، بحيث هاجرا معا في نفس الاتجاه في نفس قطب الخلية، مما أدى إلى إنتاج أمشاج تتوفر على إكس وإيكغاك في نفس الوقت، وأمشاج أخرى لا تتوفر على أي صبغي جنسي. والمشيج الذي لا يتوفر على أي صبغي جنسي هو الذي اتحد مع البويضة الصادرة عن الأم والحاملة للحليل بوتيتام، مما أدى إلى تشكل بيضة تتوفر فقط على إكس، على صبغي جنسي إكس واحد يحمل الحليل الممرض بوتيتام، مما أدى إلى إصابة البنت بهذا المرض. إذن البنت ورثت الحليل المسبب للمرض من الأم، قلنا XM، وهذه البنت لم ترث الصبغي الجنسي من الأب، إذن لم ترث إكس غونتام من الأب نتيجة شذوذ في الانقسام الاختزالي، شذوذ أي حالة غير عادية، خطأ خلال الانقسام الاختزالي. غياب الحليل السائد غير مسبب للمرض عند البنت أدى إلى تعبير الحليل المسبب للمرض، وبالتالي إصابتها بهذا المرض. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء.